أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا وأنا اخترتك فاستمع لما
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Oh.
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في إنك كنت بنا بصيرا قال قل أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة تقول هل أدلكم على
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال إِنَّا
قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى قد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى الذي علمكم السحر
لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون
وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله.